السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بألف خير. كنشكركم بزاف على الجهاز، مرحبا بكم. ونشارك معكم ايس كريم، ندير معكم جوج اشكال. الاول غنديرو بالمونغ، الثاني غنديرو بالقهوه. بسم الله، عندنا المونغ، عندنا الحليب، وعندنا القشطة. غنطلعو هي الأولى، والتانية غنديرو فيها شوية ديال القهوة سريعة الذوبان. بسم الله، غنديرو الكريمة بدا ديالنا، نطلعوها صافي. غنطلع الكريمة ونرجع معاكم. صافي، طلعت الكريمة ديالنا. غادي ندير الشكل الاول بالمونك، خصو يكون بارد. ديرو شويه في الكونجيلاتور يبرد باش غنطحنو. صافي، غنزيد الحليب وغنطحن المونك. جوج معالق، نخلطو الكريمة ديالنا. غادي نقسمها، غادي ندير نص نص بالقهوة ونص بالمونك. كتجي زوينة بزاف كنصمها بالقهوة. محب القهوة، كتعجبو مع الكلاص. صافي، والنص غنديرو بالمونك. غنطحن المونك. صافي، طحنت المونك. غادي نقسم الكريمة، ندير نص، نقسمها على نص. بسم الله، صافي قسمت الكريمة ديالي، درت على جوج جهات. هادي نص نص مو بالمونك، نص 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 مو بالقهوة. بسم الله، كيجي رائع. كيجي نص بالمونك، كيجي كلاص زوين بزاف المحب المونك. غادي يعجبهم، جربوه غادي يعجبكم. صافي، ندير هنا نخلطو الكلاص ديالنا، نديروه في الكونجيلاتور. نجربو هدا ديال المون، كيجي زوين بنين، كيجي رائع زوين. سالينا ديال المونك، غندوزو دابا لهدا نصموه بالقهوة، حتى هو كيجي زوين. بسم الله، لمحبين القهوة غادي تعجبهم. كيجي رائع، كيجي زوين بزاف. صافي، نخلطو الكلاص ديالنا وندخلوه الكونجيلاتور. صافي، من غيوجد تشوفوه معايا.
في الكلاس ديالنا وجد جرى إبس تسمى نجربه وتردو عليا جزويني. أنا خلطتهم زيتهم بالشوكولا طبعا نسيت القهوة نسيت الموك اللي بغا يدير كل حاجة بوحدها. جرى إبس نتمنى يعجبكم. درت ليه الصوص ديال الموك اللي بغا يدير الصوص كراميل المهم على حسب الطوق. زينت بالفستق غير شوية على حسب الطوق باش مبغيت تزينو. صافي كيجي زوين بزاف ورائع. دوكا نقدمو بالصحة والراحة. شكرا. السلام عليكم.